أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود على أهمية مجابهة العنف والتطرف في المجتمع عبر استراتيجية إعلامية تشترك فيها جميع المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة. تصريحات الحمود جاءت خلال مؤتمر اتحاد إعلاميات العرب والذي أقيم في دورته الأولى تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وسط تأكيد على أهمية ترسيخ المفاهيم الصحيحة في العمل الإعلامي العربي ومواجهة العنف والتطرف في المجتمع. دعا المتحدثون في مؤتمر اتحاد الإعلاميات العرب إلى ضرورة ترسيخ مفاهيم العمل الإعلامي الصحيحة لدى المجتمعات العربية والحفاظ على هوية الإعلام العربي في ظل الغزو الثقافي والفكري الذي تشهده المنطقة منذ سنوات، محذرين من استخدام سلاح الإعلام لبث السموم عبر آراء وأفكار سياسية واجتماعية ودينية مشبوهة. إنما يشتمل عليه الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي من بعض الدعوات التحريضية لمستخدميه للدخول في تجارب قريبة عن قيم المجتمع وعاداته وتقاليده لا يسهل مراقبتها، ساهم بشكل أو بآخر بنشر العنف في المجتمع العربي. وأننا نعيش اليوم الحرب والتبشير والتطبيح والتحريض على العنف من أبواق الإعلام، إعلام المضلل أو بالأحرى من أبواق جيوش إعلامية متحاربة متضادة، وما بين المتحاربين أبرياء من الجمهور بل من الذين يقتلون عمدا ومع سبق الإصرار والإعلام والترصد. وخلال المؤتمر الذي يقام في نسخته الأولى تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، جاءت تأكيدات المشاركين على أهمية مجابهة العنف والتطرف، معتبرين أن تحقيق ذلك يتطلب تثبيت القيم الدينية والاجتماعية الصحيحة من قبل وسائل الإعلام المسؤولة. للإعلام دور كبير في تغيير المفاهيم، في تصحيح ما هو خاطئ، في تقليل الفتن، في تقليل الأهواء. حاولنا بقدر الإمكان أن نكون رايات مرفوعة لدولنا. مجموعة كبيرة من الإعلاميات من 17 دولة عربية رافعين لواء التغيير نحو مفهوم جديد للإعلام العربي. وشهد حفل افتتاح المؤتمر تكريم وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي ورؤساء أفرع الاتحادات في الدول العربية، كما شهد عرض فيلم وثائقي تناول عددا من أبرز الإعلاميات الكويتية التي ساهمنا في نهوض الإعلام الكويتي في مراحل مختلفة.